مساء الخير، أنا اسمي وسيم مرعبي والمدير التنفيذي لشركة فيروفاكس. تطبيق فيروفاكس هو تطبيق لجمع المعلومات اللي لها علاقة بالاستدامة ومشاركتها مع المجتمع ومع المستهلك النهائي ليقدروا يتأكدوا من أي منتج إذا كان بالفعل بيساعد على الاستدامة ولا لا. ليوثق المستهلك النهائي بالمنتج لازم يكون عنده معلومات، لازم يتقدم له معلومات، لازم يقدر يتفاعل أكثر مع هالمعلومات، مش بس المستهلك، شركات بين بعضها كموردين والناس اللي عم بيشتروا من هالموردين بهمهم يعرفوا إنه هالمنتج بالفعل بيراعي جميع المعايير للاستدامة. وهذا هو بالضبط اللي نحن منقدمه كفيروفاكس كبلاتفورم. منقدم منتج منصة على البلوك تشين بتسمح لأي حدا إن كان مستهلك ولا شركات عم تشتري منتجات لأنه يتأكدوا إنه المنتج بيتبع جميع المعايير للاستدامة. كيف من هالشيء من نفسه؟ عن طريق ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نعطي identity، نعطي هوية لكل منتج، بيصير في QR code. QR code لما بيتم مسحه بيحدد إذا هو هالمنتج بيراعي المعايير، إذا كان carbon negative يعني هو صديق للبيئة، ولا إذا كان سهل إنه يعاد تدويره. الخطوة الثانية اللي بنعملها خلقنا ledger، خلقنا مثل نقاط تتبع لكل منتج من وين بيجي، إذا كان عم بيقولوا جايين من هيدا الحقل وهالحقل بيتبع المبيدات المقبولة وليكون organic أو ليكون sustainable، وطريقة إعادة زرع الأرض فهي بطريقة مستدامة. وآخر شيء هيدا هو البلاتفورم، هيك شكله، هيدا الاستخدام تبعه لأي شركة اللي كان بهمها أن تجي وتثبت أنه أن هي عم تتبع جميع معايير الاستدامة. فالمستخدم النهائي لما بيمسح المنتج يبين عنده إذا كان المنتج في براعي جميع المعايير للاستدامة.